أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي الرئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي، أشاد بقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد العسومي أهمية هذا القرار الذي يأتي في إطار رؤية جلالة الملك المعظم الذي يولي ملف حقوق الإنسان أهمية كبرى، ويؤكد اهتمام جلالته بتطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان. وثمن العسومي الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال حقوق الإنسان من خلال تنفيذ مجموعة التشريعات والبرامج والمبادرات، ومنها مبادرة توسيع المستفيدين من برامج العقوبات البديلة، والتي تجسدت بإطلاق المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة السجون المفتوحة، والذي يجسد ما وصلت له مملكة البحرين من تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان دوليا. أكد رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين نجحت في تبوء المكانة التي تستحقها على المستوى العربي والإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان.